السلام عليكم. هذه حالة التهاب فطري للأظافر، طاقة قدمية زي ما نشوفه قدامنا. طبعا الأظافر وضع شكلهم غريب، يعني أصفر، و صار لهم تضخم وصعب حتى التقليم بتاعهم. طبعا هذه واحدة من الحاجات اللي تخلي المريض يجي للعيادة، لأنه هو أو المريضة عندها صعوبة في تقليم الأظافر. فلما نشوفه هذا مدى بشكل كبير جدا، طبعا صار في تفاقم في الظفر وتشوه في شكل الظفر، نشوفه عندها صعوبة طبعا في تقليم الأظافر. في أحيانا يمشوا لصالونات الأظافر اللي هي المانيكير والبديكير باش يقلموا لهم الأظافر بتاعهم، ولكن مش كل حد عنده قدرة يمشي. وأيضا نفس الشيء الأماكن هذه بتاع صالونات الأظافر عادة تكون هي السبب بتاع الإصابة، لأن يشوفوا العديد من الناس اللي عندهم التهابات و تنتقل من شخص إلى آخر. طبعا العلاج في الحالة هذه نحطها على التربنافين 250 ملي جرام مرة في اليوم لمدة 3 أشهر، وبعدين نعاوده ونشوفه إن شاء الله. وشكرا.